السلام عليكم مشاهدي الكرام، مشاهدات مرحبا بكم عندي فيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم احسن احوال وصحه ديالكم تكون جيده ان شاء الله. عواشركم مبروكه، الميلود مقبل ان شاء الله، نتمنى لكم عواشر مبروكه. ديما نشارك معكم هذا الميني كيك اللي كتشوفوا قدامكم. دوزوا طريقه التحضير والمكونات كما كتشوفوا معايا. هنايا ديجا ضفت جوج بيضات هنايا كاملين، يعني غنكتفي غير بجوج بيضات. نتوما الا بغيتو تضاعفو الكمية ديما كنقول لكم، يعني ضاعفو الا بغيتو الزيادة، يعني ضروري فعود ما ديرو جوج، غديرو ربعة أولا ثلاثة. هنايا غادي نضيف كاس سكر سنيدة. ان شاء الله المكونات غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. غادي نخلط هاد السنيدة مع البيض بهاد الطريقة هادي، غادي ندمجو ليها مع بعضياتهم. كنتمنى منكم جربوا هاد ميني كيك هذا، يعني راه كيجي بسيط ولذيذ، يعني ما كنحتاجوش فيه بزاف ديال المكونات، ما كنديروا فيه لا شكلاط لا والو، كيجي بسيط جدا وكيجي بنين وزوين. هنا غنضيف الزيت، زيت المائدة يعني كاس عنبه، ممكن تعوضوا حتى بالزبده، ممكن يعني الكيك ديال الزبده كيجي زوين بزاف، ولكن ما عندكمش يعني كنكتفي بالزيت. يعني غنبدا نصاوب وفي نفس الوقت نوريكم المكونات اللي درت. هنا غادي نحتاج واحد جوج ياغورت اولا دانون، غير دوك ديال دراهم غادي ندير جوج، ولا ممكن نتوما ديروا واحد كبير. غادي نضيف هاد ياغورتات اولا دانون، عندي كيبقى لكم النكهه، يعني ديروا الفاني، ديروا فخيز، ديروا يعني اللي متوفر عندكم، ممكن ديروا حتى ديال الشكلاط الا بغيتوهم ديرو فيهم الكوبيل وديرو فيهم الشكلاط باش يجيو هكا في اللون ديال الشكلاط. صافي غادي نكتفي بهاد جوج دانونات اللي درت. يعني هاد الكيك ما كيحتاج لينا بزاف ديال الوقت وما كيحتاج لينا مكونات بزاف، نوجدوه في 10 ديال الدقائق. صافي غادي نخلط، يعني اي مكون درت كنخلط عاد كندير مكونات الاخرين هكا باش كيطلع لينا الكيك ديالنا هشيش وزوين. هنا الخمارات هادو غادي نديرو وحده ونص، يعني ما غنديروهمش بجوج، غنديرو وحده ونص. غادي ندير جوج خمارات ديال الفاني، حتى الا عندكم فاني سائل ممكن تستعملوه، اولا ديرو حامضه محكوكه او ليمونه محكوكه، يعني النكهه كتبقى لكم كما قلت لكم. صافي غادي نخلط هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. الدقيق على حسب الخليط، غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى نوصل للعجينه اللي بغيت. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه ونوصل يعني للشكل ديال العجين اللي بغيت، يعني الشكل ديال الكيك ما تكونش قاصحه ما تكونش تاني مرخوفه بزاف. غادي نستمر ان شاء الله، انا كنخدم غير بالدراب اليدوي، ممكن نتوما ديروا ميكسور كيبقى لكم اختيار. انا الصراحه كنفضل غير نخدم بيدي على العجينه، ولا يعني هكا حلوه كنصايبها بالدراب اليدوي، العجينه كنعجنها بيدي. المهم كيبقى لكم نتوما اختيار، كل واحد كيفاش كيخدم، كل واحد الطريقه ديالو. صافي هنا غادي نضيف خماره ونص ديال الحلوه كما كتلاحظوا معايا هنايا. هنا هاد الكيك هدا هاد ميني كيك، يعني كيك ليكم كيوجد في 10 ديال الدقايق، كياخدش لينا الوقت بزاف، خويا في ساعة نوجدو. غنستمر ان شاء الله بالتحرك حتى ندمج ليا الخميرة مع الدقيق ونرجع معكم ان شاء الله. كتشوفون بعد ما خلطت الخليط ديالي غادي نمر هاد القويعطات هادو فهاد المول هذا اللي بان لكم، يعني ممكن ديروهم بلا قويعطات. انا عندي هاد القويعطات شحال هادي هما محطوطين، قلت نصايب بيهم ميني كيك
ونتشاركوا معكم في نفس الوقت. ملي كيجي ولاد حتى الاطفال يعني كيعجبهم بالطريقه هذه. دابا راه مدرسه يبغيو يديهم للبودي ولا شي حاجه يفطروا بهم، يعني زوينين بزاف. غادي نستمر ان شاء الله حتى نعمر الكميه اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله باش نشوف الشكل النهائي. صافي هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجت مني كيك ديالي من الفرن، يعني كيطيبوا على هذه الطريقه هذه، ما كيلصقوش وما كيتحرقوش، يعني كنشعلوا لهم من التحت حتى كيطلعوا، من بعد كنطفيو عليهم من التحت ونشعلوا الفوق هكا باش يتحمروا. صافي ما كيخرجش لينا الوقت بزاف كما قلت لكم، كيجي ولداد وزوينين وسهلين وما فيهمش مكونات بزاف، يعني اي اخت ولا اخ ممكن يعني يضيط وجدهم. صافي كيجيو على هذا الشكل هذا وكيجيو هشاش كما غادي تشوفوا. غنحل معكم واحد الوحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، كيستحقوا التجربه الصراحه. وهكا كان الفيديو ديالي ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. طبيعه الحال الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من التعليق ديالكم واللايكات ديالكم هكا باش نزيد نعطيكم المزيد ان شاء الله. فرجه ممتعه، فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله. تبقوا على خير.